السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وما زلنا بالتغطية المستمرة مع طوفان الأقصى، والأيام مستمرة مع هذا الطوفان، طوفان الحق على الباطل، طوفان الانتصار وكلا للهزيمة، طوفان التحرر من الصهاينة، طوفان الأقصى أمل الشعوب، مو فقط اليوم أمل الشعوب في المنطقة، لا أمل كل الشعوب بالعالم المستضعفة اللي مسيطر عليها الاستعمار، واللي مسيطر عليها اليوم الأنظمة القمعية أو أنظمة التطبيع وغيرها من هذه الأمور. طبعا أحبة المشاهدين، التغطية مستمرة، نتكلم نعرض صور وفيديوهات وهذه الأمور ومشاهد القتل والتهجير وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. ممكن غيرنا ما يتحمل هذه المشاهد، ولكن ممكن نتحمل نصبر من أجل قضية، من أجل يوم إيصال صوت الحق الفلسطيني وهذا الشعب المظلوم إلى العالم أجمع. اليوم من حق الشعب الفلسطيني ومن حق المقاومة الموجودة أن تدافع عن نفسها وأن تطرد الاحتلال الصهيوني، تطرد المستوطنات، تطرد المستوطنين اللي اليوم مارسوا أقدر الأعمال، نوصفهم اليوم بأنها دولة أو ما يسمى دولة، دولة عنصرية، دولة إرهاب، دولة قتل وقمع إلى آخره. طبعا أحبة المشاهدين، راح نناقش كل هذه الأمور مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ أحمد المياحي، عضو مركز القمة للدراسات. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا. وأيضا بما أنه تجهز الست ميس الكريدي من لبنان، من سوريا عفوا، عبر السكايب، وأيضا راح نتحدث معها إلى أن يجهز السكايب والاتصال يكون واضح. طبعا نبدأ مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أريد أبدأ وياك من تصريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أنه وجه الكوادر الإعلامية، وجه المؤسسات الإعلامية التابعة إلى حزب الله، أنه يسمون الشهداء اللي من يوم 27 الأول استشهدوا بشهداء على طريق القدس، هل هو إيذان كامل أنه هذه المعركة هي معركة الخلاص، أنه طوفان الأقصى هو معركة الخلاص من الاحتلال الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ. حقيقة تصريح أو خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بتوجيه الإعلام أو بوصلة الإعلام بهذا الاتجاه يدل ويعطي إشارات كبيرة جدا على أن هناك مفاجأة كبيرة بالطريق، يجب أن يتم تعبئة الجماهير لهضم واستقبال هذه المفاجأة حتى يتم التعامل مع هذه المفاجأة بشكل انسيابي وبشكل واقعي وبشكل ثوري. هذا نعم. ما حقا أفهمه، وخاصة السيد حسن نصر الله قبل 4 أشهر أو 5 أشهر تحديدا الشهر الثالث قال أني أرى أن الصهاينة سوف يهربون من خلال البحر، وهذا حقيقة الكلام يجب أن يتم تفسيره على أكثر من محمل، ويجب أن يتم قراءته قراءة يعني مستفيضة. هل ستكون هناك يعني ضربة كبيرة إلى المطارات العسكرية والمدنية؟ هل سوف يكون هناك هجوما يعني متواجي مع محاولة الكيان الصهيوني يعني اجتياح غزة؟ نعم. كل هذا حقيقة يعطينا إشارات على أنه يعني السيد حسن نصر الله يعني أمن كثير من الأمور، الأمور العفو، والآن يحاول أن يؤمن البعد العقائدي والبعد التعبوي للجماهير. نعم. نعم أستاذ أحمد، يعني موضوع أنه يرى الصهاينة على البحر، يعني هل أنه هذا توقع أو نسميه رؤية؟ هل هناك معطيات على الأرض أنه قرب نهاية دولة الاحتلال الصهيوني؟ أنا فقط أشير في حادث عام 2006 أثناء حرب حزب الله مع الكيان الصهيوني. نعم. كان السيد حسن نصر الله على المباشر، بث مباشر، وقال سوف تقصف الآن إحدى السفن الحربية التابعة للكيان الصهيوني، وبعد ثوان قصفت. نعم. هذه السفينة البحرية، وبالتالي ما يقوله السيد حسن نصر الله
هو يأخذ طريقه للتطبيق المباشر، ولكن يحتاج وقت في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يكون بشكل مباشر. أنا سمعت هذا الحديث وأجريت كثير من القراءات حقيقة، تبين لي أنه فعلا السيد حسن نصر الله يعد العدة لهزيمة الكيان الصهيوني. نعم. كون أنه الآن الحزب بعد يعني نجاح المعركة في عام 2006 اتجه لأن يكون ويؤسس إلى ترسانة عسكرية حقيقية. نعم. تتوازى مع ما يمتلكه الكيان الصهيوني من أسلحة تقليدية. وبالتالي أنا لا حقيقة لا أبتعد كثيرا عندما أقول أن السيد فعلا سيقود المعركة بشكل مباشر بشكل شخصي، وقد تكون فعلا هي هذه نهاية الكيان الصهيوني، سواء كنا موعودين من الناحية العقائدية أو من الناحية السياسية أو الجيوسياسية، باعتبار هناك عملية عسكرية قامت بها يعني حركة حماس حقيقة ذات بعد فضائي، يعني قد لا تتكرر مرة أخرى. نعم أستاذ أحمد، راح أعود وياك ونتناقش بهذا الموضوع المهم، ولكن دعني أرحب الآن عبر السكايب من سوريا بالست ميس الكريدي، عضو اللجنة الدستورية المصغرة للمجتمع المدني. أهلا بيك ست ميس. أسعد الله أوقاتك وأوقات ضيوفك وأوقات من يشاهدنا أو يسمعنا، ربي يحفظك. ست ميس، خلي أبدي وياك بموضوع مهم يتعلق بسوريا. الدفاع الجوي السوري أعلن عن اعتراض صواريخ صهيونية حاولت استهداف مطار حلب الدولي، أو مطار حلب عسكري أو دولي، ما عندي الآن المعلومة. ولكن ست ميس، لماذا هذا التحرش المستمر بسوريا؟ لماذا هذا التحرش وإلى الآن سوريا لم تشترك مثلا بموضوع غزة، لم تشترك بموضوع بأي موضوع آخر؟ لماذا الكيان الصهيوني يفكر كثيرا بسوريا؟ بالحقيقة سبق وتحدثنا عن أنه الكيان يشتغل على مبدأ أنه يريد أن يحقق من هذا الفعل الشنيع الذي يفعله في غزة مكاسب على مستوى إقليمي كبير، فبالتالي العدو الرئيسي بالنسبة له، وأنا باعتقادي وصرحت بذلك، حشود الرئيسية هي ليست في اجتياح قطاع غزة، مع كل ما يعني محبتنا ووقفتنا مع أهلنا في قطاع غزة وهذا الإجرام الذي يرتكب بحق جميعا، لكن بالناحية العسكرية إن الهدف الرئيسي أو الحشود الرئيسية هي متركزة حسب وجهة نظري على حدود التماس ما بين لبنان والكيان، وعلى حدود التماس مع سوريا، لأن الهدف الأساسي هو سوريا وحزب الله. أنا هذا ما أراه وهذا ما أتوقعه، لذلك يقوم بعملية تحرش لأنه أخذ الضوء الأخضر من مساندينه ومن الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الظروف هم مقبلين على حالة انتخابية ومرحلة ممكن أن يفعل فيها كثير من الإجرام. نعم. في مرحلة شهور من الصمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أخذ الضوء الأخضر في الحماية على المستوى الدولي وعلى مستوى حلفائه، وبالتالي يريد أن يتحرش بسوريا وبحزب الله حتى يوسع المعركة وحتى يقدم نفسه للرأي العام، لأنه لحد الآن هو القاتل وهو الجاني وهو المعتدي، وسيستثمر حتى في هذا الملف الإنساني، لكنه يريد أن يقدم نفسه في معركة كبيرة عبر الإقليم، يريد أن يزج بكل خصومه حتى يزج أيضا بكل المدافعين عنه. نعم. تعرف أن البوارج الأمريكية أصبحت موجودة في المنطقة، وأعتقد أن أبعادها ما بعد حروب إقليمية، أنا أعتقد أنه هم حتى ربما يبدأوا بالتحرش بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما لو اشتعلت حرب كبيرة، وخصوصا أنه ما يزعجهم الآن وما يربكهم أن ما يحصل هو مقاومة شعبية. كل القوى التي تتحرك على مساحة المحور وعلى مساحة وحدة الساحات تتحرك بشكل شعبي، قوى شعبية، مقاومة شعبية، وهو يريد أن يعطي لنفسه بعدا عالميا في هذه الحرب، فيريد إذن أن يتوجه بتحرش في سوريا وأن يزج بسوريا بشكل فشل فيه سابقا رغم كل محاولات، والتحرش ليس جديد بسوريا، لكن يريد أن يستنفذ الصبر السوري ويستنفذ صبر المنطقة، ويريد أن يدخل كل المنطقة بحرب دمار، وبالتالي يبدأ الضغط على كل الأطراف، لأنه إذا ما اشتعلت حرب بهذا المدى لن يكون أحد بمنأى عنها، وتعرف أنه حتى الخليج العربي ضمن واقعه سوف يكون أيضا ضمن الاستهدافات بحكم فوضى المعركة وضخامتها.
هذا ما يسعى إليه ويسعى لتحشيد عربي ضد الحرب. أتوقف وياك بنقطة معينة ومهمة. ما تعتبرين أنه التحرش المستمر بسوريا من قبل الكيان الصهيوني أنه ينظر إلى سوريا هي رئة المقاومة الفلسطينية؟ هو يعرف، يعني أنا لم أسمعك بشكل جيد لكن أستطيع أن أستنتج ماذا تقول. هو يعرف أنه سوريا هي كشكل دولة في المنطقة العربية الدولة الوحيدة التي هي رأس حربة وجزء من المحور ومدافع عن المقاومة الفلسطينية، وتعتبر أنه قضيتها المركزية فلسطين. المنطقة العربية تعرف وضعها، يعني ما يحصل من معاضدة أو مساندة هو على مستوى شعبي. المنطقة معظمها متورط إما باتفاقيات إذعان واتفاقيات سلام أو بمشاريع تطبيع. يعني لم يبقى لديك كحالة دولة إلا استثناءات قليلة. سوريا بالنسبة لنا هي الأهم، لأنه سوريا هي دولة مواجهة. وسوريا يعني بتصريح المقاومين أنفسهم، لولا الكورنيت السوري لما عاشت هذه المقاومة، لما وجدت مساند. يعني الكل يسعى لدفن القضية الفلسطينية في المنطقة العربية، بينما سوريا وبعض الدول هي يعني القليلة جدا ما تزال مساندة لهذه القضية. فبالتالي عندما نتحدث عن سوريا بخصوصية، لأن سوريا دولة مواجهة، ولأنه بدون سوريا يعني كل الأحاديث الدولية مع سوريا، نعم، وكل الضغط على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري والفكري، كل ضغط من أجل التخلي عن علاقتها بالمحور والتخلي عن القضية والتخلي عن دعم المقاومة. هذه هي الاشتراطات الدولية الدائمة على سوريا، وهذه هي الضغوطات حتى من محيط في الإقليم ومن المحيط الدولي. نعم ست ميس. طبعا أحبت المشاهدين، اليوم قبل عملية طوفان الأقصى بعدة أيام ظهرت تغريدة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد الخامنئي، وكتب إسرائيل تحتضر. فحاليا المراقبة الإعلامية على أي كلمة من السيد الخامنئي، أي تغريدة، أي تصريح، أكو تركيز إعلام الإعلام الغربي. فحقيقة ظهر السيد الخامنئي وتكلم بمواضيع عدة تخص عملية طوفان الأقصى، وحدد من هو المجرم ومن هو ساعد الكيان الصهيوني بقتل الأبرياء في غزة. أكو فيديو، خلينا نشوفه وراجعين. قضية أمريكا شريك جرم قطعي جنايتكارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه. أنا وياكم أحبة المشاهدين المستمرين بهذه التغطية أعود مع الأستاذ أحمد المياحي. أستاذ أحمد، اللوم كل اللوم، واليوم أنه السيد الخامنئي وصف الولايات المتحدة بأنها شريكة بالجريمة الكبرى اللي قاعد تقوم بها إلى الآن ولا هذه الساعات مع الكيان الصهيوني بقصف المدنيين وقتلهم وتهجيرهم أو بالإبادة اليوم الجماعية اللي قاعد نشوفها. هل هناك متهمين آخرين بمساعدة الكيان الصهيوني لو فقط الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية صنعت لنفسها أسطورة عسكرية وصنعت لنفسها أسطورة اقتصادية، وبالتالي كان يجب أن يكون من ينفذ هذه المشاريع وهذه الرؤية الإمبريالية الجديدة. تم صناعة الكيان الصهيوني وزراعته في المنطقة، في قلب المنطقة العربية، وبالتالي كل ما تشاهد الآن من عمليات وهذه الإرهاصات ونمو يعني اقتصادي ونمو عسكري غير تقليدي وتقليدي للكيان الصهيوني هو بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية مع دعم بريطاني فرنسي ألماني إيطالي. هذه الدول الحقيقة إذا تنظر إلى خلفياتها جميعها هي دول استعمارية، جميعها دول استكبارية. وبالتالي لاحظنا يعني باليوم الثاني أو الثالث من العملية الجهادية البطولية، شاهدنا الرئيس بايدن، شاهدنا رئيس وزراء بريطانيا، شاهدنا يوم أمس ماكرون، قبلها المستشار الألماني، المستشار الألماني. وبالتالي يا سيدي الكريم،
هذه المجموعة الدول الاستكبارية تمثل مصالحها إسرائيل، بدليل أنه الرئيس بايدن قال لو لم تكن هناك إسرائيل لصنعناها من جديد. نعم. وبالتالي يعني السيد القائد عندما يتحدث ولا يتحدث بشكل عشوائي ولا يتحدث بشكل عاطفي، ويتحدث فوق حقائق، يتحدث فوق معطيات. المنطقة تغيرت بعد الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية هي حقيقة هي امتداد للحرب العالمية الأولى. يعني احنا ما نريد الناس نعود للتاريخ، لكن علينا أن نفهم التاريخ، وبالتالي إذا فهمنا التاريخ حتى لا نعيد يعني قراءة يعني ينعاد علينا من جديد صناعته. هذه الحقيقة، حقيقة يجب أن تفهم من كل الشعوب العربية وغير العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن يعني تقود كل هذه الخيوط مع يعني المملكة المتحدة. نعم. وهذه الدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا. نعم. أستاذ أحمد، تكلمت أنه لازم نتعلم من موضوع التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. اليوم الشعوب العربية والإسلامية وحتى الأنظمة العربية والإسلامية لازم شو تسوي؟ اليوم الأنظمة العربية عندها دعم شعبي من المحيط إلى الخليج، أنه يابا ذول الكيان كيان غاصب ويجب أن يخرج اليوم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن تنشاهد العكس. يعني أبسط مثال بقمة السلام اللي في القاهرة، الكلمات كانت مخجلة ما عدا دولة رئيس الوزراء السيد السوداني، ولكن أكو هناك دول أنه تعتبر على الحدود، فرضا مصر، المملكة العربية السعودية، هاي الدول الأخرى اللي تتحدث، والملك السعودي ومحمد بن سلمان كل يومين وثلاثة يسوون شيلات وبالسيوف، هذا الرقص مالتهم، وينهم؟ يعني يا سيدي الكريم، دعني أتحدث معك بصراحة مطلقة والكلام على مسؤوليتي أنا. هذه الأنظمة، أنظمة الخليج العربي وحتى النظام السياسي في مصر وأغلب الدول العربية والشرق أوسطية، جاءت بقطار أمريكي بريطاني إسرائيلي. هذه حقيقة نحن نفهمها وندرك هذه الحقيقة، لكن للأسف الشديد لا زال البعض من الشعوب العربية حقيقة لا تهضم هذا، بل هم فعلوا ما هو أسوأ، صنعوا عدوا وهميا غير الكيان الصهيوني من خلال منابرهم، من خلال مؤسساتهم التعليمية، من خلال مناهجهم، من خلال إعلامهم، صنعوا الوهم، وهو أن العدو ليس الكيان الصهيوني بل هو الجمهورية الإسلامية. نعم. ومن فعلا يتبعه في محور المقاومة، بل التشيع بأكمله هم هؤلاء الأعداء ويجب قتلهم. وشاهدنا احنا آلاف الفتاوي، وشاهدنا آلاف اللي يفجروا رفسهم يعني من كل دول العالم. أستاذ أحمد، وين الفتاوي مال يتغدى ويا الرسول كانوا يفجرون نفسهم علينا؟ والله المطعم عزل بصراحة، يعني المطعم عزل؟ اي عزل، لأنه بعد ما ظل يعني وقت، يعني لما يدخلون إلى سوق مكتظ لأن والله عراقيين، أو لأن مثل من مذهب الشيعي والله أكبر وفجر نفسه وقتل 300، ليش ما يروح على الصهاينة على هاي؟ أنا حقيقة متابع لهذا الموضوع بشكل دقيق. قبل أيام إحدى القنوات استضافت أحد قيادي داعش. نعم. وتحدث بكل وضوح وبكل صراحة، قال نحن صناعة، تم صناعتنا بالموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية CIA. وبالتالي يا سيدي الكريم، كل ما تسمع من هذه الفتاوى لا علاقة لها بالدين الإسلامي، لا علاقة لها بالشريعة، لا لها علاقة بالسنة النبوية، ولا لها علاقة بكل ما جاء به أن محمد صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين. وبالتالي يا سيد الكريم، هذه اجتهادات بنتيمية، وبنتيمية يعني أيضا تم زراعته من قبل يعني هذا المنتظم السياسي الإرهابي الحقيقة الاستعماري. لذلك يا سيد الكريم، نحن نقول هذه الشعوب لا زالت تخضع. نحن ندخل يومين في نقاشات سواء على تويتر أو على منصات أخرى، ونشاهد مستوى حقيقة التخلف ومستوى القناعة التي يقتنع بها هذه الشعوب بأن الكيان الصهيوني هم أبناء عمومة لنا، هم هكذا يقولون. نعم. وهذه الحقيقة بأن الجمهورية الإسلامية والشيعة والمتشيعين أو من ينصف الشيعة، هؤلاء يعني واجب قتلهم وإخراجهم من ديارهم. أستاذ أحمد، راح أرجع أنتقل إلى الست ميس من سوريا، وجدد الترحيب على الست ميس مجددا.
الله يخليك. ست ميس خلي نسترجع، ولو أنا ما أريد أبتعد عن المحور الرئيسي وهو طوفان الأقصى، بما أنك من سوريا، ما يسمى الثورة السورية اللي صارت والألاعيب اللي صارت قبل 12 أو 13 سنة، الحدود فتحت عليكم، أردوغان يرسل المجنسين من أوروبا وأصبحوا بالدولة الإسلامية، جبهة النصرة، الجهاد والجهاد، لماذا هذه الفئات لم تنظر إلى فلسطين ولم تشترك؟ هل اليوم هذا دليل واضح أن جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية هي صنيعة غربية؟ لا حضرتكم كنتوا عم تتحدثوا بالاستديو، ونحن عنا باع طويل بالحقيقة وخبرة بسوريا بالتنظيمات الإرهابية اللي أرسلوها علينا. طبعا معروف أنه الإسلام براء من كل ما حصل، نعم. وأن كل هذه التنظيمات هي عمليات استخبارية لدول كبرى، وكلها كانت استثمارات لأجهزة دول وغيرها، وفيها كثير من الترويع والأدوات والقضايا. يعني أنا بتذكر في أحد المرات كان في زيارة لداعش أو لفصيل يعني ملحق بداعش تحت حكم داعش، كان الأب باولو سيء الذكر. فإذا الموضوع هو استخباري دولي على نطاق واسع، الصهيونية وراء هذا لا يخفى على أحد، جبهة النصرة غيرها من كل التنظيمات الإرهابية. يعني من الشيء المؤكد تماما واللي أنتم بتعرفوه أنه هذه كانت موجهة لضرب سوريا. وهذا الربيع المزعوم، أنا كنت بدي أربط حديثي بالربيع المزعوم بحديثكم اللي كنتوا أو بحديثنا عن طوفان الأقصى، حتى نرجع بالضبط لمجالنا بطوفان الأقصى. الحقيقة أنه هذا الربيع المزعوم صح أنه كان مستهدف دول، وهو طبعا بتعرفوا كمان وهو التحرك اللي تم لإنجاز مشروع فتح أبان غزو العراق في 2003، نعم. لأنه مشروع غزو العراق ومجيء الأمريكان، ولا يخفى على أحد أنه كل ما يحصل في العالم هو ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كحامل رئيسي الآن لنشر الفكر الصهيوني في العالم، وكحامل عسكري لحمايته، لأنه الآن الأدوار الدولية انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ما نفصل بموضوع التاريخ، لكن بعد هذا الربيع، بعد غزو العراق ب 2003، وبعد ما فعلوه قبلها بأحداث 11 سبتمبر، كان هناك حرب على الإسلام وحرب أيضا على شكل المنطقة كله. أنا أعتبرها حرب جغرافيا، الحرب هي على المنطقة من المحيط إلى الخليج، حرب جغرافيا، لكن العناوين محتاجين يحاربوا الإسلام، فلا بد من أن يقسموه، نعم. سني شيعي، وهذا ما حصل في البداية. ونحن بسوريا شهدنا انقسام آخر اللي هو انقسام سني سني عندما اقتتلت الفصائل بالضبط نفسها فيما بينها، وعندما انقسمت الولاءات ما بين ولاءات لتركيا وولاءات لدول الخليج، وتفرخت لدينا تفريخات كثيرة. إذن الغاية الأساسية نفهمها أن المستهدف هو المنطقة كجغرافيا، والمستهدف هو التاريخ، لأنه من يوم اللي جاء سيدنا محمد برسالة النبوة إلى المنطقة وهم لم يعترفوا به، هو اعترف بكل ما سبقه لكن لم يعترفوا به، وأصروا على أنه هذه الأمة العربية لا يحق لها بنبي ولا يحق لها بكتاب، ويجب أن يبقوا شعوبا مشتتة وقبائل هائمة على وجهها في هذه الصحاري، ولا يحق لها إلا أن تلحق بالملاحق الدولية حسب ذاك الزمن وهي لحد الآن. فإذا الحرب علينا جميعا، وكل من يتورط فيها ليس إلا غبي وجاهل. فهذا الربيع المزعوم كما أنه وجه تجاه سوريا وتجاه الدول التي تضررت وليبيا وحتى مصر تعاني آثاره بشدة، لكن بالمحصلة هو شكل رهابا للأنظمة العربية، وهو إشارة أمريكية أن هذه الأنظمة سوف لن تبقى إذا ما خالفت الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نحن في سوريا شكلنا استثناء أيضا، شكل هزة على مساحة التفكير السياسي في المنطقة والتفكير الدولي. هذه الهزة أنه من قال للولايات المتحدة الأمريكية لا هو من بقي، وأن من أطاعوا الولايات المتحدة الأمريكية هم الذين يرحلون وبالأوامر. فإذا شكل هذا اهتزاز، هذا الاهتزاز بدأوا يفكرون بتحليلات له، هل السبب الارتباط بالمحور؟ هل السبب العلاقات القوية؟ لأنه هذا المحور سحب إلى المنطقة قوى عظمى مثل روسيا والصين، فإذا هذا المحور تمكن من سحب قوى عظمى، وتمكن من التحول من حالة إقليمية ممكن أن تؤخذ فرادة. يعني الآن نحن نتحدث عن وحدة ساحات، يعني أنت الآن لا تقاتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها ولا تقاتل سوريا وحدها، وإنما
سوريا ومن يناصرون هذا الموقف في العراق راح أرجع ومن هم موجودين في اليمن، فأنت تتحدث عن محور، فهم الآن يحاولون أن يجدوا نقطة الضعف والثغرة، وهذه الأنظمة خائفة لأنها اكتشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحميها. أتحدث عن الأنظمة التابعة بالضبط بالضبط. عذراً الآن ستنيس، ولكن الآن لدينا اتصال هاتف، راح أرجع لك أكيد، والوقت راح أعطيك الوقت اليوم تترجمين فيما مخيلتك أو في بالك. طبعاً عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم بيرم، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أهلاً وسهلاً بك أستاذ إبراهيم. أهلاً بك أستاذ إبراهيم. أريد أبدأ وياك بحدث مهم جداً وحدث استراتيجي، والآن بدأت القنوات الفضائية حتى العالمية تركز على هذا الموضوع. السيد نصر الله يستقبل الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس السيد صالح العاروري. اليوم شنو السر بهذا اللقاء؟ هل هناك اتفاق؟ هل هناك وحدة جبهة حتكون؟ عمليات اليوم، عمليات المقاومة ستكون عملية مشتركة أو غرفة مشتركة؟ يعني أعتقد أنه الصورة هي الأهم في الحدث الذي تتحدث عنه. يعني ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها سمعت السيد نصر الله هذين القائدين. يعني قبل نحو أقل من شهرين كان هناك لقاء، لكن هذه المرة هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات يكتسب أهمية قصوى. بالضبط. نحن نعلم بأن السيد نصر الله منذ نحو 3 أسابيع وهو محتجب أو غائب، لدرجة أنه في مناشدات ظهرت داخل لبنان تطالبه بالظهور، لأن الجمهور اعتاد عليه يعني في كل المحطات الصعبة والمفصلية يشرح ويحدث وبالتالي يعني يلقي الأضواء على استشراف المرحلة المقبلة. الآن يعني أنا أعتقد أنه بعد هذه الصورة التي ظهرت اليوم يفترض بالسيد نصر الله أن يخرج على الملأ وبالتالي يبدأ على طريقة ما بدأه في عام 2006 في العدوان الإسرائيلي في ذلك العام. كان هو الذي يدير المعركة الإعلامية والسياسية والعسكرية، يظهر كل يومين أو ثلاثة يظهر وبالتالي يطلق خطابا يعني مفصليا مفصلا يريح الجمهور، يعطي بالضبط يعني جرعة تفاعل وأمل للجمهور. الآن طبعا كما ذكرت حضرتك هناك تشابك الساحات، وهو الشعار الذي رفعه سماحة السيد منذ سنوات، يعني يؤكد هذه المرة السيد من خلال هذا اللقاء أنه ما زال مع القضية الفلسطينية وأنه لم يترك هذه القضية، لم يترك غزة، لم يترك شعب غزة كما قيل، بل هو في قلب المعركة. هذا بالإعلام. بالعسكر طبعا الجنوب اللبناني طول الجبهة 107 كيلومتر تشتعل بشكل يومي على الحدود، قدم حزب الله حتى الآن أكثر من 40 شهيدا يعني من خيرة شبابه، وهم يعني يحاولون إشغال العدو يعني كما قيل، يسحبون نحو ثلث جيشه بل أكثر من جيش يعني أكثر من ذلك إلى الحدود، يعطلون أي إمكانية لعمل بري باتجاه غزة. أما يعني السؤال الأكبر من ذلك الذي يسأله السفراء والمفوضين الغربيون، ماذا بعد؟ يعني هل يمكن أن يقدم السيد نصر الله وحزب الله على توسيع المعركة باتجاه يعني إطلاق الصواريخ إلى الداخل الصهيوني أو إلى الأراضي العربية المحتلة؟ هذا السؤال لا أحد يجيب عنه في بيت. حزب الله يعني يستنكف، يعتبره يعني ورقة بيد السيد نصر الله فقط. يعني هذا اللغز. رأيك الشخصي بهذا الموضوع، توقعاتك؟ أنا أعتقد أنه حتى الآن الأمور طالما هي في غزة، يعني المقاومة الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية، حركة حماس قادرة على المواجهة كما نرى ونعلم جميعا، فالأمور تبقى على الحدود الجنوبية اللبنانية على النحو الذي يعني ألفناه منذ 28 الأول الجاري، يعني تراشق، مشاغلة، عمليات موضوعية. أما إذا تطور الوضع في غزة فذلك شأن آخر وذلك حديث آخر. وحزب الله أكثر من مرة على لسان أكثر من قيادي فيه أكد أنه لن يترك غزة تسقط ولن يترك يعني حركة حماس تجتاز أو تسحق. خلت أتوقف وياك بأمر مهم جدا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني لما زار قطاعات عسكرية صهيونية
اللي خاصة قريبة على مناطق المستوطنات في غلاف غزة، ذكر حزب الله أكثر من مرة وأعطى تهديد أنه إذا تدخل حزب الله بشكل مباشر بالحرب الدائرة الآن في غزة سيتضرر الحزب وسيتندم الحزب على دخوله وسيدمر حزب الله ولبنان أيضا. هل هذا التهديد أنه هو متخوف من دخول الحزب أو بالعكس دي يستفز حزب الله بالتدخل؟ أول سؤال مركزي منذ اليوم الأول اللي بدأ عملية طوفان الأقصى، يعني عند الغرب عند الولايات المتحدة، يعني كل الذين أتوا إلى لبنان موفدين وتواصلوا مع رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال كان ومع الرئيس بري ومع كل سؤالهم المركزي هذا هو، يعني بالعكس يعني حسب ما أبلغني أحد قيادي الحزب أنه سؤالهم يعني ما هي الحدود التي يقبل يبقى فيها السيد نصر الله يعني كما هو إذا تخطيناها في غزة، يعني هذا سؤالهم المحور. يمكن لنتنياهو أو لسواء حتى القيادات الغربية عموما الفرنسية والأمريكية وإلى آخره حذرت حزب الله من مغبة الإقدام على يعني المشاركة والانخراط كليا في المعركة. وهددوا بالويل والقبور وأعضاء من الأمور، لكن يعني هذا الأمر ليس جديدا، نحن في لبنان اعتدنا يوميا على تصريحات من هذا النوع. بالضبط. منذ قبل حرب 2006 وبعد حرب 2006 نحن نعيش نتساكن نتعايش مع التهديدات والخطر الصهيوني بشكل يومي، لكن نتنياهو يعرف انه يعني ربما هو يطلق الطلقه الاولى باتجاه لبنان، لكن ما بعد ذلك لا يمكن له ان يتكهن ولا يمكن له ان يبقى ممسكا بزمام الامور، يعني نعم. كما يهدد بتدمير لبنان انا اعتقد انه لدى حزب الله ويعني الحزب يتحدث بذلك قوة قادرة على تدبير الكيان الصهيوني نفسه، ويعني ينتظر في مقاتلين في حزب الله ينتظرون بشوق هذه اللحظة، يعني لحظة التوجه نحو تحرير الجليل كما يقال. نعم استاذ ابراهيم، المنطقة القريبة. نعم كل التحية والشكر لحضرتك الاستاذ ابراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. طبعا عندنا فيديو الان سيعرض، طبعا اتمنى من العوائل او اللي يشاهدون قناة الايام الفضائية انه يبعدون ممكن الاطفال، القلب ممكن ما يتحمل المشاهد المؤلمة اللي قاعد نشوفها من غزة، خلي يبتعدون على التلفزيون. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. يعني هذا الفيديو لأحد اليوم البيوت الفلسطينية، الروتين اليوم اللي أصبح منذ عملية طوفان الأقصى، إنه الأب يعني يريد إنه الشهيد إنه يبقى في المنزل لعدة ساعات، يعني هاي الساعات الأخيرة. وشفت فيديو لأحد الآباء الفلسطينيين اللي فقد ابنه اللي عمره 22 سنة دي يتوضأ على مود يصلي صلاة الشكر. فهل يتخيل الكيان الصهيوني إنه ناس متمسكين بأرضهم بهذه الطريقة إنه راح يطلعون أو راح ينسون أو خلص يلا تعال هجرنا السيناء وذاك هجرة الصحراء الأنبار وخلاص سوي دولة إسرائيل الكبرى وراح تعيشون حياة سعيدة وتروحون لمعبدكم يم هذا الهيكل ما أعرف شو يسموه هذا الحائط المبكى وطبيعي حياتكم؟ لا، حياتكم مو طبيعية. من أول طلقة انطلقت بعملية طوفان الأقصى مطار بن غوريون أو اكتظ، اللي حقيقة قالوا طيارات اللغت وهاي وهاي الأمور، شعب جبان، شعب جبان تاريخيا حتى بالقرآن شعب جبان. النبي موسى عافهم 40 يوم راح سوى لهم عجل قاموا يعبدوا. طبعا نرجع إلى الأستاذ أحمد المياحي. أستاذ أحمد، الآن الأنظار كل الأنظار تتجه إلى لبنان وتتجه إلى حزب الله، وفي بعض الأحيان تتجه إلى فصائل المقاومة الموجودة في العراق، وأيضا تتجه إلى اليمن، ولكن دائما العين الكبرى تتجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. هل هذا الأنظار أنه ترقب
خاصة الإعلام الغربي والدول الغربية الولايات المتحدة أو تخوف من دخولهم بشكل مباشر بالمعركة؟ يعني فقط بملاحظة بسيطة قبل ما أجيب على سؤالك الكريم، نحن أيضا نحتاج سيد الكريم أن نظهر مظاهر الفزع والهلع داخل الكيان الصهيوني عندما تنطلق الصواريخ. بالضبط. وهذا يعني للأسف الشديد يعني الإعلام خاصة يعني الإعلام المعادي يظهر فقط يعني ما يحدث داخل غزة، لا أحد يظهر يعني ما يحدث داخل الكيان الصهيوني. المقاومة والشعب الفلسطيني والشعب العربي ومحور المقاومة بحاجة إلى صور ترفع معنوياته بالمعركة. وبالتالي يا سيدي الكريم نحن كإعلاميين نقول، تحدثنا كثيرا في الندوات، نقول يا إخواننا علينا أن نأتي يعني لقطات تظهر فزع الكيان الصهيوني بالتوازي مع ما يحدث يعني من تدمير عشوائي وحشي للفلسطينيين، حتى العمليه تكون يعني متوازنه. مره نرفع استاذ احمد بدون ما نعرض الصور او شيء، هو يعني دائما الصهيوني جبان، هو نعم. هو الصهيوني بصفته جبان يعني، لكن هناك اعلام خليجي ينقل صوره معاكسه. نعم. وللاسف الشديد يعني ارجو ان منو يا قنوات العربيه الحدث الى اخره، وحتى السعوديه من القنوات الاماراتيه السكاي وغيرها. نعم بالضبط. وبالتالي ينقلون فقط حاله الانكسار للشعب الفلسطيني، وهذه حقيقه يعني يؤثر بالمعركه. يعني اول سؤال جنابك الكريم قلت هل ان السيد حسن نصر الله يريد ان يعبئ الجماهير؟ فعلا السيد حسن نصر الله يريد ان يعبئ الجماهير ويهيئ هذه الجماهير. استاذ احمد بما انه عفوا لمقاطعتك، ذكرنا الاعلام انه امس مراسل لقناه سعوديه، وليش مستحيل قناه العربيه السعوديه دا يتكلم وهو فلسطيني. نعم. ولكن تعرف انت اليوم يمثل سياسه القناه اللي يمثلها. نعم. فقال انه الان القصف الاسرائيلي تسبب باستشهاد 11 فلسطيني. نعم. قال عذرا 11 قتيل فلسطيني. نعم. تخيل يعني. نعم. يعني اليوم حتى انه صفه الشهاده وهاي الامور يسحبوها. شنو متخوفين من الكيان الصهيوني لو هو هاي سياستهم؟ لا لا، هي هاي القنوات ممولة من الكيان الصهيوني. يعني هذه مسألة الحقيقة يجب أن يفهمها كل مواطن صغير وكبير. لكن ما لفت نظري أمس شوي يعني طلعت عن السؤال. تفضل. كانت إحدى الجامعات عملت وقفة يعني مع الشعب الفلسطيني. هذا الجيل الجديد حقيقة اللي هو ما كان يفهم شنو الكيان الصهيوني وكذا، فاجأني حقيقة بمواقف مشرفة يقول نحن نريد أن نقاتل، ليس فقط أن نقف هنا ونستذكر يعني أو ننتصر للفلسطينيين. حقيقة يعني كلام يهز المشاعر والله العلي العظيم. بالعودة إلى سؤالك حقيقة، نعم الكيان الصهيوني ومن يعني جاء به ومن يحميه ومن يقدم له الدعم العسكري والسياسي متخوف جدا من تحركات حزب الله ومن تحركات محور المقاومة، لأن القضية أصبحت كالتالي. نعم. محور المقاومة الآن أسس لنظرية اسمها نظرية التكافؤ العسكري والتكافؤ التعبوي، بمعنى أكثر دقة أنت تقتل أنا أقتل، أنت تقصف بالصواريخ أنا أقصف بالصواريخ. إحنا كنا في عام 1980 كانت تسمى ثورة الحجارة، الآن ثورة الصواريخ. وبالتالي هاي النظرية سيد الكريم أخذت مداها الواسع. إحنا شو جانبك الكريم الآن مثلا ترسانات حزب الله تمتلك نوع واحد من الصواريخ بحدود 200,000 صاروخ، وبالتالي الكيان الصهيوني يدرك تماما انه يستطيع حزب الله ان يقوم بزراعه نعم وقصف كل متر مربع واحد بالكيان الصهيوني بصاروخ. وبالتالي هم لا يريدون ان يتدخل حزب الله او محور المقاومه ابتداء من الجمهوريه الاسلاميه الى فصائل المقاومه في العراق الى الحوثيين الى سوريا الى حزب الله. يريدون فقط يعزلون يعني المقاومه. نعم. الفلسطينيه مثل بحماس ومن ثم يعني السيطره عليها وانهائها بشكل كامل، وهذا ما يحاول بالضبط. يعني يعمل عليه بدليل اتصال رئيس بايدن بدوله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قائله بالنص: نحن لا نريد منكم شيئا، فقط نقول لكم عليكم بضبط يعني الفصائل المسلحه بان لا تتدخل في هذه المعركه. نقطة السطر. وبالتالي المقاومة الآن تؤمن إيمان عميق، والدولة العراقية بكل مؤسستها باستثناء بعض يعني حقيقة خارجين عن هذا العرف والخارجين عن هذه المنظومة. من هم؟ يعني حقيقة يعني ما لدى سبب مشكلة للقناة، لكن أحد أهم القيادات
تتعامل مع شركة إسرائيلية يقودها إيهود باراك اللي اسمها بيجي، تمام؟ عندنا قيادات سياسية تتعامل مع الكيان الصهيوني. واحد من أهم القيادات. منو؟ ما أقدر أذكر اسمه، موجود. المهم، وبالتالي يا سيدي الكريم على الدولة العراقية الآن أن تلتفت لهذه الشخصيات. زين، نستخدم ويا القوة القانونية موضوع القانون منع التطبيع، نشتكي عليه. نشتكي عليه. سيد الكريم، عندما يعني أقتنع قناعة كاملة بأن هذا التصريح سوف لن يعني يسبب مشكلة للقناة، نعم أتحدث بشكل واضح وصريح. أما عن نفسي أنا متحمل المسؤولية، لذلك أقول على الدولة العراقية، أجهزة المخابرات والأمن الوطني أن تسائل هذا الشخص الكبير بأن كيف، والوثائق موجودة والأدلة موجودة، وممكن أنه أرسلها على الموبايل وتشوفها بعينك. وبالتالي يا سيد الكريم، موجود في كردستان لو في بغداد، يعني لا تضغط عليها أكثر من لازم، خليها بعدين. الشعب العراقي ذكي ويفهم الأمور، والواقع موجودة، وحقيقة هناك قد تكون خلال، حتى ما أخذ بعيدا عن الموضوع. أستاذ أحمد، نعم. تعرف ضيفتنا أيضا من سوريا لديها الحق، يعني إحنا بالله الموجودين هنا أنا واحد بصف الله. بثانيتين فقط. نعم تفضل. قد يتم استجواب هذا الشخص خلال أيام القليلة القادمة في البرلمان العراقي. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ونشوفه بالسجن، إعدام، مؤبد، ونفرح. والله حقيقة يفترض تكون هناك ثورة شعبية ضد هذا الشخص. إن شاء الله. خلي نرجع أكيد مع الست ميس من سوريا. ست ميس، حماس تدعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لمواصلة الفعاليات الجماهيرية وتصعيد التحرك لإدانة العدوان الوحشي على غزة. هل راح نستمر؟ يعني أنا أشوف نفسي مقصر اليوم، يعني أنا فقط أتكلم بالإعلام ودافع، حتى اللي يظاهرون يحسون نفسهم إن هم مقصرين اتجاه القضية الفلسطينية. هل المسيرات، التظاهرات، الحملة الإعلامية على السوشيال ميديا اللي تدافع عن غزة، هل ممكن تؤثر وتغير رأي المجتمع الدولي؟ شوف، كل شيء إيجابي لمصلحة القضية الفلسطينية ننظر له بعين الإيجابية، لكن الخبرة علمتنا أنه الإعلام له مزاج، والإعلام ليس الذي يجعلنا نقتنع أن القضية الفلسطينية حاضرة. ما يجعلنا نقتنع هو أنه شباب بعمر 13 و14 عام لم يعايشوا ولا شيء من هذا التاريخ الأسود، بالعكس عايشوا موجات الربيع المزعوم وموجات التضليل الإعلامي وموجات التفاهة في التعاطي الثقافي. مع ذلك بالجينات وقفوا مع فلسطين، وبالجينات دافعوا عن القدس، وبالجينات توجهوا نحو الأقصى، وبالجينات هم في طوفان الأقصى. إذن أنا لا أعول على إقناع المجتمع الدولي، ليس المسألة ليست إقناع. خضنا حوارات دولية طويلة، وأنا أتحدث من منطق تجربتي السورية، لأنه خضنا حوارات مباشرة بالضبط مع قوى دولية، مع ميسرين دوليين، وأنا جزء من حوارات طويلة في جنيف. ليس الغاية هو البحث عن الحقيقة، وإنما هم يعرفون، وأحياناً تضع في عينهم الدليل. يعني نحن وضعنا في عينهم الدليل أن منظمة مثل الخوذ البيضاء هي ستار للإرهاب، وهي تغطي مسرحيات تعمل في سوريا، ومع ذلك يتبنون الخوذ البيضاء. هذه مسألة ليست بحث عن الحقيقة من غير الحقيقة. هناك واقع تسييس، فإذا كان هناك واقع تسييس، حتى الملف الإنساني، يعني هم يسيسون حتى هوية الضحية، هنا ضحية وهنا ليس ضحية. بالضبط. يعني مسموح أمام العالم أن يقتل أطفال غزة، لكن ليس مسموحاً في أماكن أخرى، ونحن لا نحب السجال بهذا المنطق، لأننا لسنا دعاة قتل. نحن معتدى علينا ونعرف حقوقنا الإنسانية، لا نطلب حقوقنا بالشرعة الدولية. الشرعة الدولية تأخذ أوامرها من الولايات المتحدة الأمريكية. المنظمات الدولية الفاعلة والعاملة، من هي المنظمات؟ هل أعطيك أسماء؟ ما هي تقارير أمنستي؟ أين هي أمنستي الآن؟ أين هي آفاز؟ كلها منظمات صهيونية، وكلها تعمل مع الكيان، وكل ملف المجتمع المدني، وأنا جزء من المجتمع المدني، وعملت مع ملف اختراق من أجل تنظيم الجاسوسية بالضبط. وتجسيد المال الصهيوني في مقدمة وترسيخه في أذهان وعقل هذا الشعب وهذه الأجيال. فإذا أنا لا أبحث
عن تعاطف دولي، نحن نوجه خطابنا لمن هي قضيته قضيتنا. بالضبط. يعني نحن نتوجه لعالمنا، للإنسانيين في العالم بأي جنس وبأي لون وبأي إثنية وبأي طائفة، للذين يتأنسنون ويؤمنون بالإنسانية، ولكن لا نوجه لحكومات تقاد ضمن لوبيات صهيونية، لا نوجه لنظريات. يعني الآن الحالة في ألمانيا معروفة، الحالة في بريطانيا معروفة، يعني عاد الأنجلو ساكسون وعادت الصهيونية لتقود العالم. أنا لا أعول على ذلك ولا أعتقد أن المسألة نعم مسألة بحث عن الحقيقة. عذرا، ولكن وقت البرنامج انتهى. كل التحية والشكر للست ميس الكريدي، عضو اللجنة الدستورية المصغرة للمجتمع المدني من سوريا، شكرا جزيلا. وايضا التحيه للاستاذ في الاستوديو الاستاذ احمد المياه، عضو مركز القمه للدراسات، وايضا كل التحيه والشكر للاستاذ ابراهيم بيرم، عبر الهاتف كان ويانا من لبنان، الكاتب والمحلل السياسي. طبعا احبه المشاهدين، اليوم ادعو الشعب او مو الشعب، ادعو المستوطنين الصهاينه الموجودين في الاراضي المحتله انه يؤمنون بالقضاء والقدر. يعني لكل قضيه ولكل موضوع هناك ثلاثه اجيال، كل جيل أن فرق عن الجيل 40 عام. الجيل الأول جيل العربي الإسلامي هو جيل الهزائم والانكسار، اللي من 48 و47 هاي الحروب اللي صارت، ونكسة 67 وغيرها، والقتل اللي اليوم سويتوه بينا وبأهلنا في فلسطين. الجيل الثاني هو جيل التحضير، اللي حضر اليوم هذه الفترة من الفترات وحضر للمواجهة الكبرى. أما الجيل الحالي هو جيل الانتصار، فالنهاية قريبة جدا بإذن الله. أحبة المشاهدين، هنا تنتهي تغطيتنا، والأيام دائما مع الطوفان ومستمرين. إلى اللقاء.